استعدادات بدء الحوار الوطني. قام الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع وفد من قيادة الحزب بتقديم تصورهم حول المشاركة في الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب. وكان في استقبال الوفد الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العام الأمانة الفنية للحوار الوطني. وقام وفد الحزب بتسليم بيان الحركة المدنية باعتباره الأطار العام للتصور الخاص بالحوار من وجهة نظر الحزب، بالإضافة لورقة تفصيلية تتضمن تصورات الحزب حول الأجواء المناسبة والأطراف المشاركة وأجندة الحوار ومخرجاته وألياته. وأثناء اللقاء أكدت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران أن الأساس في الحوار الوطني هو الإصلاح السياسي الذي سوف يعد القاطرة الرئيسية التي ستؤدي لإصلاح اقتصادي واجتماعي.